المصنعين متاع التليفونات لازمهم يعملوا معادلة صعيبة كيف يحسنوا في خاصية التليفون من غير ما يغليوا ياسر في السوم، خاصة في الفئة المتوسطة. سامسونج أول 2019 ضربت بالقدام على السيري آم تاعها وغطت حاجيات المارشي الكل، وفي أقل من عام تزيد تحسينات باش تكون أقرب ما يمكن لتطلعات السوق. وهنا معضلة أخرى، كيف يتحسن في مدة قصيرة في برودوي اللي لاقى إقبال ونجاح كبير كما مثلا الأترونت والأفان؟ ممكن تفهم المستعمل أكثر؟ تمشي بهواه وتطبق البريوريتي متاعو. المستعمل شنو يحب؟ ولا يستهلك برشا كونتوني مولتي ميديا، يتفرج برشا فيديوهات ويلعب دي جو فيهم تصميم وغرافيك مزيانين، لازمو إكران كبير انفينيتي في كيما في الجيل الأول متاع الأترونت والأفان زادا. أما المرة هذه ليكرون تاع A20S زاد كبر ولا 6.5 بوص، وليكرون تاع A30S قعد سوبر أموليد وتزيد له تحته كابتور دونبرينت اوبتيك باش نجم تحل التليفون حتى هو محطوط فوق الطاولة. مانيفيك. A30S أرخص تليفون اليوم في الجالكسي سامسونج باش تحصل على كابتور دونبرينت تحت ليكرون. أخطى ليكرون. في عصر فيسبوك وإنستا شنو المهم ياسر بالنسبة للمستعملين؟ من غير حتى منازع لاباري فوتو، وهنا ثم تغيير واضح كي نقلبوا زوز تليفونات، ولو عنا ثلاثة مصورات مع جزوز اباري فوتو وايد، الترا وايد و ديبث سنسور اللي يحسن في المود بورتري. لاحظوا قديه لفي ولا قريب لتصور برو متاع ريفليكس. بالنسبة لزوز تليفونات زادا الالترا وايد ولات الغيزوليسيون متاعو 8 ميجا بيكسل في بقعة 5، خلي عالمك يولي يظهر أوسع. وبما أنه التليفون ولا ما يفارقناش على طول النهار، لازم يكون صبور ويتحمل الدهك متاعنا ويشد الشارج. سامسونج حافظت على الباتري 4000 ملي أمبير، أما توخر تقدم وتودنا زادة بشارجور غابيد 15 وات يحل نهائيا مشاكلنا متاع الأوتونومي. ما يضرش زادة أنه الديزاين والفينيسيون متاع التليفونات زادوا تحسنوا، نفس الماتيريو اللي شفناه في الأترونت والأفان الجلاستيك، خفة وصحة البلاستيك وملمس البلار. كود كور للA30S اللي أجود وأخف وحرف ولاو مدورين أكثر، والقفام متاعو ياسر مزيان يذكر في المانيبولاسيون متاعو بالS10 بلس. الباقي اللي حبيتوه في الA30 والأفان ديما موجود، وسامسونج زادت روشكتو في السوفتوير One UI متاعها الأحسن إكسبيريونس جالكسي ممكنة. مع الA30S والA20S سامسونج تثبت اللي مش على خاطر تليفون ناجح ما يتحسنش.